صباح الخير متابعينا في المملكة العربية السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال الساعات القليلة القادمة. نبدأ نشرتنا بتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة الإفطار، حيث تكون الأجواء هناك صافية بشكل عام، ما تفرق بعض الغيوم، 32 درجة مئوية، الملموسة 30، الرطوبة منخفضة، أما الرياح تكون جنوبية غربية خفيفة السرعة، وبالتالي الإفطار في الخارج سيكون بشكل عام جيد. التوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة اليوم غد، نبدأ بالمنطقة الشمالية، أحوال جوية غير مستقرة في سكاكا 32 ل 22 مع زخات رعدية من الأمطار، عرعر 32 ل 19، نفس الحرارة تقريبا في مدينة تبوك. المنطقة الغربية أحوال جوية غير مستقرة في أغلب المناطق، زخات رعدية من الأمطار في المدينة المنورة 37 ل 24، جدة تفرق لبعض الغيوم 29 ل 18، مكة المكرمة أيضا فرصة لزخات رعدية من الأمطار 36 ل 28، أما الطائف 27 ل 19 مع أحوال جوية غير مستقرة وزخات رعدية من الأمطار. المنطقة الجنوبية الغربية أيضا أجواء غير مستقرة في عموم المناطق، الباحة 24 ل 15، أبها 26 ل 16، وجزان 35 إلى 28 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الدمام 31 إلى 25، حفر الباطن 33 إلى 22، أما الإحساء 33 إلى 24 درجة مئوية مع تفرق لبعض الغيوم. أخيرا المنطقة الوسطى أجواء غير مستقرة في حائل 31 إلى 17، بريدة 32 إلى 20، والرياض 32 إلى 25 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.